هنا قمت بحرق كل ديك الأعشاب والأعواد اللي كانت في هذه السريحة. الرماد نتاع هاد الأعشاب هو اللي راح نستعمله كسماد لزراعة هاد السريحة. هاد السريحة راح نزرع فيها الشعير، وعن تجربة لقيت أنه استعمال الرماد لزرع الشعير والقمح يكون أفضل من استعمال السماد العضوي. اللي يهمه الأمر وبغي يعرف طريقة زراعة الشعير بالرماد يتبعنا في الفيديو، راح يستفيد منه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورجعنا معكم مرة أخرى بفيديو جديد. هنا راح نزرع الشعير. هذه السريحة في الطول نتاعها 10 أمتار، وفي العرض نتاعها 1.5 متر. هنا قمت بجمع كل هذيك الحشلاف اللي يكون في هذه السريحة من أعواد وحشائش يابسة، راح نحرقهم. هما راح نستعملهم كسماد نزرع بهم الشعير، لأنه عن تجربة مدة سنوات لقيت أنه استعمال الرماد لزراعة القمح والشعير أفضل من استعمال السماد العضوي. راح نواصل بهذه الطريقة، بعدين ننتقل للمرحلة الأخرى. شتان بين مجيد رام مغفرة، وبين من ضيع الأوقات بالكسل. لا يستوي عند رب العرش مندفع إلى الفضال، ومن يحب على مهل. هذه الليالي شهود في تسارعها، أن الحياة بنا تمضي على عجل. ومن يريد جنان الخلد منزلة لابد أن يرقى عن الزلل. فحث خطوك وانهل، ليس ينفعنا في هذه الدار إلا صالح العمل. شتان بين مجيد رام مغفرة، وبين من ضيع الأوقات بالكسل. لا يستوي عند رب العرش مندفع إلى الفضال. ومن هنا بعد اللي طفاش النار وبرد هذاك الرماد، نقوم بتوزيعه في هذه السريحة بهذه الطريقة. نوزع الرماد في السريحة كلها، وكل ما كانت كمية الرماد كبيرة يكون أفضل. نواصل توزيع الرماد حتى نكمل. شتان بين مجيد رام مغفرة، وبين من ضيع الأوقات بالكسل. لا يستوي عند رب العرش مندفع. هنا بعد اللي كملت توزيع الرماد في السريحة، هنا جبت البذور. عندي هذا الكاس، هذا هو اللي راح نعبر به الزريعة نتاع الشعير. سريحة في طولها 10 أمتار، وفي عرضها 1.5 متر، تدي لنا 3 كؤوس من هذيك الكؤوس اللي وريته قبل قليل. من الأفضل تكون 3 كؤوس فقط، لازم ما تكونش كمية البذور كبيرة جدا. نواصل نثر البذور بهذه الطريقة حتى نكمل. شتان بين مجيد رام مغفرة، وبين من ضيع الأوقات بالكسل. لا يستوي عند رب العرش. هنا بعد اللي نثرت البذور نتاع الشعير في هذه السريحة، راح نقوم بتقليبها في التربة بهذا الشكل كيف راكم تشوفوني الآن بالمسحة. نقلبها تقليب خفيف حتى تدفن البذور. نواصل تقلاب السريحة حتى نكملها كلها. شتان بين مجيد رام مغفرة، وبين من ضيع الأوقات بالكسل. لا يستوي عند رب العرش مندفع إلى الفضال. ومن يحب على مهل. هذه الليالي شهود في تسارعها، أن الحياة بنا تمضي على عجل. ومن يريد جنان الخلد منزلة لابد أن يرقى عن الزلل.
فحث خطوك وانهى ليس ينفعنا في هذه الدار إلا صالح العمل. شتان بين مجيد رام مغفرة وبين من ضيع. هنا بعد اللي كملت تقلاب أو تقلاب هذيك البذور في التربة حتى تدفن، نواصل ندفن البذور كذلك بقدمي حتى نكمل السريحة كلها. شتان بين مجيد رام مغفرة وبين من ضيع اللوقات بالكسل. لا يستوي عند رب العرش مندفع إلى الفضال ومن يحب على مهل. هذه الليالي شهود في هنا بعد اللي دفنت الزراعة رديت لها الماء راح نسقيها، وأثناء السقي وين ما فاتش الماء مليح راح نسقمه بالراطو، نواصل تسقام السريحة بالراطو بهذا الشكل حتى نكملها كلها. شتان بين مجيد رام مغفرة وبين من ضيع اللوقات بالكسل. لا يستوي عند رب العرش مندفع إلى الفضال ومن يحب على مهل. هذه الليالي شهود في تسارعها أن الحياة بنا تمضي على عجل. ومن يريد جنان الخلد منزلة لابد أن يرقى عن الزلل. فحث خطوك وانهى ليس ينفعنا في هذه الدار إلا صالح العمل. شتان بين مجيد رام مغفرة وبين من ضيع اللوقات بالكسل. لا يستوي عند رب العرش مندفع إلى الفضال ومن يحب على مهل. هذه الليالي شهود في تسارعها أن الحياة بنا تمضي على عجل. ومن يريد جنان الخلد منزلة لابد أن يرقى عن الزلل. فحث خطوك وانهى ليس ينفعنا في هذه الدار إلا صالح العمل. شتان بين مجيد رام مغفرة وبين من ضيع اللوقات بالكسل. لا يستوي عند رب العرش مندفع إلى الفضال ومن يحب على مهل. هذه الليالي شهود في تسارعها أن هنا كملت السقي. لازم تكون شاربة الماء مليح وراسي فيها كيف راح يظهر الآن. وبعد اللي تمص الماء راح نجيب الريش نثره في السريحة. هذاك الريش راح يخوف لينا الطيور باش ما تاكش لينا الزريعة. هنا بعد اللي كملت سقيها راح نرد الماء لهذوك السرايح التانيين، راح نبردهم باش نخدمهم غدا إن شاء الله، وهما كذلك راح ندير فيهم الشعير نحرته بهذه الطريقة نفسها. إن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو وتستفيدوا منه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.